اذا قلت لكم هذا الكلام انا متاكده باللي انكم غادي تتفقوا معايا فيه. الاب الحنون تفرق بزاف في الشخصيه نتاع الانثى. اذا هذا الاب حضن البنت ديالو وعنقها وشبعها حنان وحطها فوق من ركابيه وجاملها وغزلها، فحياه الانثى تصبح جنه فوق الارض وما كتبقاش مستعجله انها تحتاج للطرف الثاني. لكن للاسف في حكايتنا الليله الاب غادي يكون متسلط، لا جد جد متسلط، وغادي يدفع بنته لجهنم وهي بقحيه. لكن هيهات هيهات، لها رب رحيم. ونهايه هذه القصه باش عجبتني انها كان فيها عوض جميل من عند مولانا وهديه من عند الله على الصبر ديال هاد البنيته. ضروري تسمعوا حكايه الليله، ما تمشوا فين والتحقوا بينا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، المؤنسه ديالكم ديال الكوزينه عادت اليكم من جديد. اللي كدير شي بخري، اللي كتقاد شي غوتي، اللي كتقاد شي عويصير، بصحتكم وراحتكم. اللي كتخيط شي حاجه ولا جالسه في شي بالكون كتصنت لعظيمتها، مرحبا بكم. درت لكم بحال دوك النداءات اللي كيكونوا في السواقات. المهم راكم قراب ليا من القلب وحيت كنقرا التعليق ديالكم والكلمات اللي كتشبعوني ديال الحب والاحترام، فقلت ضروري خاصني نكون مطلقه معكم. قبل ما نبداو في حلقه الليله، اللي مازال ما انضمش للعائله ديالنا شي باقي مازال كتسناو، اجي وانضموا للعائله. وعافاك ما تنساش انك تهبط لتحت دغيا تضغطي اولا تضغط على زر الاعجاب، ما تيكلفك حتى شي مجهود. دابا خليني نقول لكم لنبدا. انا ليلى كنتمي لواحد العائله اللي هي ميسوره والحمد لله، كتكون خمسه تاع الناس، انا والديا وخوتي. بابا من صغري كان انسان اللي هو عنيف، الطريقه نتاع التواصل ديالو خصوصا معايا هي العصا، وعلى اقل حاجه اذا ما جبتش نقطه مزيانه كان لحمي كله كيزرقوا ليا. كنهضر لكم على بنت يلاه عندها 9 سنين ولا 10 سنين. كان عقل واحد المره ما حفظتش واحد الصوره، مع العقل الصغير بقيت كنلعب ونسيت ما حفظتهاش. بابا انسان مهووس بالقرايه، كيبقى يتبعنا في المدرسه وكيسول الاساتذه معاش داخله معاش خارجه شنو دارت واش قرات مزيان. ديك النهار تبعني عند الاستاذه ديالي ومشى سولها عليا، قالت لي راجات ما حافظاش ديك الصوره، جا للدار ما نعاودش لكم شنو دار فيا. عرفتوا ديك الكروه نتاع البيكالا كليت بها طرحه مزيان في الحمي كله، ضربني في عيني كانت غادي ترتق ليا وتقب ليا حنكي اللي درت فيه زوج غرزات. المهم وصلت للتاسعه وانا معقده ما نخرج ما عندي صحابات، ويا ويلي اذا قلت ليه غادي نبات في شي بلاصه. لكن قصتي كتبدا من هذيك السنه ديال التاسعه اللي دازت صعيبه بزاف. كان مزيرني واحد الدرجه خياليه، تيخلط عليا الاعدادي، واذا لقاني واقفه مع البنات ما كنحس بالضربه منين جاتني، وقدامهم كان ديما مشوهني. وسط المدرسه كنمشي للدار ماما كتبدا حتى هي كتغوت عليا. صافي انا ديك العام ما قدرتش نركز في قرايتي، تسنيت اخر السنه وقلت لهم انا صافي غادي نحبس القرايه، ما قدرتش نقرا. وانا كنشوف راسي تندخل الامتحان كيف كتحط لي الورقه كيبداو المشاكل ديالي كيدوزوا مع عينيا، وشنو تنعيش؟ شاد الحياه يا ربي، لا راحه لا ماكله مقاده لا حتى حاجه، ما تندير داك الامتحان والو وتنخرج بحال هكاك. باقا نعقل غادي يخرجوا نتائج في رمضان، حتى كنسمع بابا بالصباح جاي تيخبط فيا بكل القوه ديالو وكيضرب، وانا ما فاهمه حتى شي حاجه. بقيت غير كنشوف، ما لقيت ما نقول وما بيدي حتى شي حيله، ما نقدرش نقول ليه انت هو السبب. سكت وكملت في قلبي حتى كتب وخرجت، وبقات عليا ماما مسكينه كانت بغاتني نقرا بحكم انها ما كانتش قرات، فبغات تشوفني في مستوى اللي هو عالي. انا اصلا كنت معيشه مع با في الحبس في الدار، وفاش حبست زاد حبسني اكثر واكثر. انا من ديك المعامله ديالو والقسوه ديالو تنقول اي واحد دخل باب الدار غادي يمشي في حالي، وهذا كان اكبر غلط درته في حياتي. انا ذاك كان عمري 17 ونص، كان واحد العرس نتاع العائله بالزز وبالطلب والرغيب باش خلاني انا نمشي ليه. مشيت ليه حضرت وقف لي على راسي حتى ساليته ورجعني. ماما اختي كان تيخليهم في حريه تامه الا انا. المهم من بعد صافي رجعت معاه. من مورا داك العرس عيطات خالتي لماما وقالت لها راه ليلى شافوها شي ناس وغادي يجيو يخطبوا. ماما قالتها لبابا وقال لها صافي غير يجيو. انا تنقول غادي نوافق باش نخرج من الحبس نتاع بابا، ما كنتش عارفه بلي انني غادي نهرب من الحبس ونمشي لحبس واحد اخر. انا انسان ما خارجاش ما عارفاش شنو واقع في الدنيا، عمرني ما دويت مع شي ذكر وما تنعرفش شنو هو الخبث، لدرجه انه اذا هزيتوني من دارنا وحطيتوني في السونتر نتاع المدينه فين تنسكن والله ما نعرف نرجع ولا حتى نتسارى. كنت انسان ما عارفاش شنو واقع في الدنيا، وبحينا ما ساكناش في المدينه. جا داك الانسان لقاني كيف تنقولوا بميكتي، باقا مازال جديده في عقلي في نفسي في ذاتي. كان كبير عليا ب 19 سنه وكان ميسور، والديه نقولوا باه الله يعمرها دار. جاو لدارنا تفاهموا
وانا دايره غير بحال ديك المونيكا غير تنشوف. حتى من الشغل ماما مسكينه اللي كانت كدير كل شيء، البيض هو الاخر والله ما كنت كنعرف نطيبه. المهم دازت الخطبه اللي دام 6 شهور وكنت كندوي معاه من عند التليفون ديال ماما حيتاش ما كانش عندي انا ديالي، كنت ندوي معاه من عند ماما حيتاش بابا كان منعو عليا. ونهار غادي يصيق الخبر بابا بلي انه داك الخطيب غادي يشري ليا التليفون، قال لي حيتاش مشي عنده للدار ودابا والله الا شديتيه. المهم جا وقت العرس، بابا غيدير لي عرس كبير يعني باش يبان قدام الناس، ما داروش ليا بطبيعه الحال، داروا حيت غادي يقولوا الناس راه بنتو الاولى وشوفوا شنو دار ليها. كان عرس اللي هو كبير في قاعه ومغنيين معروفين، دوزنا الساعه ودراج لي حتى هما غادي يديروا عرس اللي كان كبر من ديالي. في العرس اللي داروا دارهم بقى كنعقل كان فيها واحد الوجع لا يعلمه الا الله، وكنت كنتوجع وكرشي عزكم الله تطلقات كنت غادي نموت. تيسولوني مالكي ياك ما مخلوعه، تيبداو كيشدوا فيا زعما ياك ما خايفه من الليله، تنقول لهم غير لا حلف داك الوجع اللي حبس ديك الليله كنت غادي نحماق به. هما غير تيصبروني وتيقولوا لي دوزي الساعه، صبرت واخا هكاك باقا كنتقطع وهما خايفين غير على العرس انه يخسر ليهم. بقيت صابره صابره وجلست حتى لاخر لبسه اللي هي اللبسه البيضاء وطحت ليهم، صفاريت والموت دخلتني. ومن بان ليهم الامر بلي انه جدي داوني كيجروا بيا للسبيطار. غير هو داك الدكتور غادي يدير لي واحد التلفازه قال لي راه كاين عندك مصرانه زايده، ويلا طرطق منها واحد شويه، كنت عطلتي كنا غادي نصدقوا في حاجات واحد اخرين. تخيلوا انا غادي بلبس ديال العروس والمكياج والمشطه ومدخليني للبلوك والفرمليات كيحلوا لي شعري وانا كنشوف كنتحسر على حياتي، ما قدرتش حتى نفرح براسي كعروسه عباد الله. دازت العمليه على خير وبت في السبيطار 4 ايام. المهم خرجت لدار راجلي اللي كان قال لي غادي نسكنوا بوحدنا، فاش فتحت قال لي شوفي راه بيت النعاس ديالنا راني ديتو عند امي للدار، نجلسوا معاه بيد ما تبراي وصافي. قلت ليها ماشي مشكل، مشيت معاه ولكن كانت حالتي باقا هي نفسها، نفس الوجع نفس الاعراض. تنقول لهم راه باقي الالم عباد الله، تيقولوا لي ويلي راك زدتي فيه. لا انا من النوع اللي تيصبر بزاف واخا توصل بيا العظم وما كنبينش. دوزت معاهم شهر ونص هو والام ديالو وبديت كنبرا بشويه بشويه. امو بدات كتخرج نيابها كيف تنقولوا، نوبتك في الشغل ليلى بحالك بحال بنتي ديري داكشي اللي هي كدير. لا خالتي راني ما تنعرف ندير والو، دبري راسك واش داك التليفون علاش كتضليه هزاه. انا بدوري كنت نحاول غير انني نسيس معاها حيت الزواج هو الصبر وهذا الشيء اللي كان في المعتقد ديالي. كنت كنشوف ماما شنو دوزات مع بابا وكنقول بلي انا هذا الامر عادي. المهم بقيت تنحاول، مره كنعجن العجينه كتلصق ليا في يدي، مره كنبغي نصب يا اما كيتحرق داك المرقه ولا ما كتجيش هي هذيك. بقيت كنتعلم وكنصبر معاها ولحروبها، ما خلات ما دارت معايا الله يسمح ليها. كانت متسلطه بزاف بواحد العقليه نتاع تبوسي ليها يديها مع الصباح، تبوسي ليها راسها، تغسلي ليها رجليها وتقولي ليها امي وتنوضي مع الستة نتاع الصباح. يعني كانت واحد العقليه اللي كانت في شكل. انا كنت ندير ما في جهدي وكثر، تنقول على قبل راجلي وهذا هو الزواج هكا داير. تنحاول نقول مره راجلي صافي انا راني بريت يلا نمشيو لدارنا باش نبقاو مزيانين، حيت كنت عارفه بلي انا وحماتي ما غاديش تخلينا نكونوا فرحانين. ولا وانت راك مازال ما تعلمتيش طيبي، وليت كنشوفو انه كيتبدل معايا. كان في الاول حنين وزوين ويقول لي شنو خصك، كنقول لا راه ما تنعرف ندير والو، تيقول لي لا ما تيهمش انا بغيت غير تهلاي فيه ونتهلا فيك. لكن من بعد ما سولته هذا السؤال بدا كيغوت عليا، ولا جلس حدا امي وتعلمي واش بغيتي تمشي للدار تقتلني بالجوع. انا غير تنشوف وكنسكت، يعني داكشي اللي هربت منه من عند با جيت لقيت بحالو عنده. اش منك يا سبان اش منك يا هضور. دازت 3 شهور وعرفت راسي بلي انني حامله، قلتها ليه ما تقبلش الامر وما عطاش اهميه. بقيت كنقول ليه يلا ديني عند الطبيب باش نتاكد عافاك، ما بغاش. شويه اقترحت عليه انني نمشي نجلس عند دارنا واحد يومين. مشيت ومشيت دوزت عند واحد الطبيبه حدانا، لقاتني فعلا بلي انني حامله، فرحت بزاف وما قدتني فرحه. واخيرا تحققت الامنيه ديالي من لائحه ديال الامنيات انني نكون ام. بقيت تنبكي وكنقول الحمد لله، تنقول الله شي وليد بعدا ولا بلي انت المهم اللي كان. فرحت واللي لقيت به تنقول ليه انا حامله رغم الصعوبات نتاع عمو وهو كيفاش تبدل، وكنت صابره وتنقول هذا هو الزواج. 5 شهور من حمالتي دوزتها حرب في حرب، وعمرو ما داني عند طبيبه ولا تبعت شي دواء وما متيقش بلي انا حامله. واحد النهار من فعيل حماتي غادي تقاد بنتها واحد الكيكه وبقيت كنشوف فيها وريحتها حمقاتني. قلت لها عافاك فلانه واخا تعطيني شويه من نهارها عشقتها. نقزات حماتي اللي هي امها وقالت لها لا دخليها للبيت راه غادي نديوها لعند الناس، ما بغيتش نخسرها. عافاك خالتي قطع لي غير طريف غير من التحت ما يبانش كاع، راه والله الا حمقاتني راه ريوقي تيطيحوا. والو ما بغاتش. دخل راجلي لقاني كنبكي، ما
مالك عاوتاني ياك؟ لاباس، راني تشهيت الكيكه وراها شنو كاين. مالك انت كتكبري في الموضوع؟ نشريك المقادير وسيري صايبي بحالهم. لا راه ما غاديش تجي بحال هذيك، والله العظيم الا بغيتي شي شويه من هذيك قلت لك نمشي نجيب لك المقادير وقدي بحالها. مشى جاب ليا وانا كنقادها وتنخيل الريحه تاع ديك الاخرى اللي تشهيت واللي شميت. كنت غادي نحماق، عمرت اتاي وقديت الطبيله باش نحط الكيكه، وقلت غادي نمشي نعيط على حماتي نجلسوا مجموعين ورغم داكشي اللي دارت معايا. وجاب الله كان حاضر راجلي وشيخي. دخلت نجيب الصينيه ديال اتاي وانا جايه بها ضربتها ليا من يدي حتى تقلبات. انا ما فهمت والو، مشات شتت ديك الكيكه وفرتتها وهزت الطبسيل ولحته مع الارض هرساتو. بقيت غير تنشوف ما فهمتش وكتغوت والهلا يحييك حتى تحط الطبله بلا بيا بلا ما تحضريني. انا هي الاولى وخالتي راه كنتسنى غير نجي نقدات شي ونجي نعيط لك. حسيت بالدنيا دارت بيا وبقيت غير تنبكي. ناض ليها شيخي لكن الله يعمرها دار وراجلي حتى هو خاصمو عليها. دازت ايام قربت ندخل شهري السابع وجيت نشوف ماما حتى كيعيط لي راجلي وتيقول لي راه امي جرات علينا. ياك لاباس شنو كاين؟ انا جايه انا جايه. مشيت جمعت حويجاتي مشيت لدارنا وقلت الله على الراحه واخيرا انا وراجلي من تحت سقف واحد غادي نتفاهموا بعيده على المشاكل ديولها. الدار نتاع راجلي كان فيها زوج نتاع الطبقات، الكوزينه الفوق والبيت النعاس والصالون لتحت. وحملتي كانت صعيبه وكان فيها فقر الدم وما كنت ناخذ حتى شي دواء حيتاش ما كانش اصلا كيدوز لي حيتاش ما متيقش بلي انا حامله. كنبقى كنقيل كنطلع مع دوك الدروج وكنزل حتى تهلكت. واحد النهار جا راجلي ولقاني عيانه مجبده في الصالون. ما درتي والو زعما على الماكله؟ كتشوف حالتي كيف دايره فلان؟ علاش ما درتي والو؟ عطاني واحد الدقه برجلي على كرشي حتى حسيت بالضوء ديال الدنيا والدين. حسيت باحساس كانني غبت وعاود رجعت لهاد الحياه. واحد الحريق شدني بقيت غير كنغوت وهو تيقول لي نوضي بركه ما تبوهلي عليا انت وسط النار وجالسه مجبده ليا انا. ديك الليله كلها والله ما نعس بالحريق. مع الصباح تلقى نزيف خفيف هبط مني وهنا عرفت بلي انا وشي حاجه ماشي حتى لهيه واقعه ولا كتوقع. بديت كنفيق فيه نوضه فلان ديني للسبيطار. الله يعطيك السر، فاش نديك للسبيطار على انتي حامله؟ هذيك راه غير الدوره اللي كانت محبوسه ليك. تيقول لك بكثره الهم كتضحك. شفت فيه وطلقت واحد الضحكه في وجهه. ياك هادي هي اخر هضره عندك؟ ماك صدعتيني، انا غادي نمشي كاع عند امي وانت جلسي موتي كاع هنا بوحدك. خرج وبقيت شاده في كرشي تنبكي وتنقول يسحب لي هربت من الجحيم ديال بابا ساعة لقيت كفس منه. والله العظيم الى 5 ايام هو غابر على الدار وانا بوحدي ما عرفاش فين مشى. في ديك المده النزيف ما حبش والماكله ما كانتش عندي في الدار. من غير شي دقيقه اللي كنت تنعجن شي شويه منه شي خبزه وكنت تقرزز عليه مع واحد القطيره نتاع الزيت. المشكل انه كان انسان اللي هو ميسور والصالير ديالو والله العظيم الا كان تيوصل حتى 30,000 درهم. نهار السادس كان فيق ما تنقدرش نوقف، كنحاول وكنطيح على الارض. تيبان ليا راسي طايره في السماء وكنمشي لواحد البلاصه اللي هي بعيده. ودني ما كنسمع بهم حتى شي حاجه. ما عرفتش شحال بقيت على ديك الحال فاش استوعبت بان ليا التليفون حدايا. جريته وصونت على بابا مع العلم انه خصكم تعرفوا بلي انه بابا فين ما كتوقع شي حاجه مع راجلي هاد الزوج تيهز التليفون كيسبق كيدوي ليه وتيقول لي راه جدات لي وجدات ليا. بابا كيهز التليفون كيبقى كيخاصم عليا. انا في ديك اللحظه قلت غادي نعيط له ولي ليها ليها. عيط لي وقال لي الو شنو درتي تاني؟ اول جمله استقبلني بها في التليفون زدت نبكي وانا نقول ليه الله يعطيك السر بابا بغيت نشوفك غير انت وماما اخر مره. كيفاش راني تنموت ما فهمت والو. قطعت عليهم تنبكي وتنقول يا ربي نبقى حيه غير حتى يجي ونتسامح معاهم. بقيت تنقاوم وتنقول لا ما خصنيش نغمض عيني والا غادي نموت. بديت كنصرفق في راسي باش نتوقد. بابا تيعيط لراجلي ما تيجاوبوش ما كاينش في هذا العالم. كيعيط لوسي اش واقع؟ ما عرفت حنا شي 5 ايام هادي ما شفناها حتى حد ما جاب خباري. جو والديا عندي بداو كيدقوا في الباب ولكن الجهد باش نوضوا نحلوا الباب ما كانش. جبت راجلي كان الله يعمرها دار لقاهم تيدقوا في الباب. سولهم من ليلى؟ قالوا لي راه عيطت لينا تتبكي وتتقول جيو غير نشوفكم راني كنموت. شيخي كانت عنده السالوت نتاع الدار. دخلوا لقاوني في واحد الحاله يرثى لها كل غرقه في دماياتي وطاح لي واحد الجنين ومليو على الارض بعوينات مفرزين وديداته ورجيلاته وما عرفوا باش تبلاو. تصدموا شفت فيهم شوفه نتاع الوداع وابتسمت ومشيت ما بقيتش عاقل على راسي. هادشي اللي كانت كتعاود ليا ماما. انا داك ما فهموش شنو وقع ليا واش شي حد تعدى عليا ولا ذبحني حيت كان تيبان ليهم غير الدم. بابا بغى يعيط على لومبيلونس دار راجلي خافوا لا توصل القضيه للبوليس وخافوا على ولدهم. بابا بحكم انه ما يقدرش يهزني في الطوموبيل حيت خدام مع الدوله يقدر يوقع لي شي مشكل جالوسي وقال لهم انا اللي غادي نهزها. جمعوني في واحد ليزار وماما جمعت داك البيبي ومشينا للسبيطار. من بعد 24 ساعه تلقى راسي في بيت بيض
كان تيسحب ليا بلي انني راني مت. بديت كنتحسس راسي كنشوف واش باقي الاعضاء ديولي وما كنت كنحس بتا حاجه من غير تنشوف السقف وكنتسنى شي حد يشرح ليا شنو واقع. شويه جاو عندي زوج ديال الفرمليات الله يعمرها دار بقاو معايا كيصبروني الله يعوضك خير الله يجعلهم طيور من طيور الجنه وانا ما فاهمه والو. ما كنتش عارفه انه كانوا عندي توأم في كلشي حيت عمرني ما دوس تنشوف فيهم وتنقول شكون انا فين انا فين يا ماما فين هو بابا بغيت نشوفهم واش كاينين عافاكم الله يعطيكم السر عيطوا لي عليهم. دخلت عندي ماما كتبكي تنقول لها فين هو فلان على راجلي واش ما جاش شكون عرف راه كنصونيو عليه وراه طافي التليفون ديالو. وانا في ديك الحاله كنت جالسه مازال تنفكر فيه. من بعد ما دازت يومين في السبيطار وضع مني بزاف نتاع الدم عاد خرجت وداتني ماما معاها للدار. بابا هاد الفتره كلها ما دواش معايا حيت عند بالو انا اللي ظالمه وخا داكشي كله اللي وقع هادشي اللي كان تيزيد تيقهرني وكيفقصني تيقول لي كل ما درتيش ليه شي حاجه ما غاديش ينوض يخبر هاد الغبره كامله. مشيت للدار دوزت فيها 4 شهور وداد عليا العذاب جسديا ونفسيا تعذبت مع الحريق وكنت تحسر على دوك الوليدات اللي كنت فرحانه بهم وكنضل كنخمم شنو نسمي وشنو غادي ندير وكيفاش غادي نكون. من بعد بديت كنسترجع القوه ديالي وصحتي جمعت والديا وقلت لهم بلي بغيت نقول لكم واحد الهضره سبب في هادشي كله هو فلان ها شنو دار ليا وها شنو دار ليا وراه مشى وخلاني. بابا ما تيقنيش ولا مني وبدا كيخاصم اما ماما نوعا ما تيقاتني وقالت لي صافي غادي نحبسو هنا وما تبقيش ترجعي لعندهم ما جاش يشوف خبرك اصلا ومستحيل ترجعي لعندو. ضرب بابا اللي عندها هو يقول لها شو بغيتي تقصدي البنت اذا تلقات غادي نطلقك معاها وسيروا الله يعاونكم عليا. واحد الكلام نزل علينا كيف الصاعقه انا وماما انا ذاك غادي تدوز 5 شهور وراجلي غايب ما كاينش هنا حتى غادي نكتشف بلي انه كان مع واحد خيتي طول هاد المده نتاع زواجي حيت هو كان باغيها امه ما بغاتهاش حيت كانت مطلقه وعندها ولد. وهذا الشيء كله انا ما كانش في راسي ومدوز عليا غير الدكاكه اللي غادي يقول لي هذا الخبر واحد خوه اللي كان حقاني والله يعمرها دار. انا فاش سمعت الموضوع فيه الخيانه وعاد البيبي اللي طاح ليا وش لا امور اللي اختصرت لكم اللي كانوا كبار قلت لهم مستحيل نرجع مع هذا الانسان بحال هذا. رضيت بالهم والهم مرضى بيا انا صغيره وزوينه هو كبر مني حتى عيا في صحته وما كنت نخليه ما ندير معاه وما مخليه مخصص من حتى شي حاجه غير انا غادي نكتشف بلي انه تيخليني في الدار وكيمشي لعند امه وعيالات الواسي وكيبدا كيعاود ليهم عليا وكيبداو كيضحكوا وكانوا كيشربوا بيا برارد نتاع اتاي. اصريت انني ما نرجعش ليه واخا تزد السما مع الارض وبطبيعه الحال بابا رفض رفض اللي كان تام وحرر علينا واحد رمضان. خرجتي علينا شوهتينا وباقي الكريدي نتاع عرسك وما كملتي عليه مازال حتى عام حتى كيحرر عليا داك الفطور. الناس كتاكل الماكله وانا كنت ناكل الغديد وكنصوم غير على الماء حتى فات رمضان. وجا قال لي جمعي حوايجك غادي نرجعك لعند راجلك. راجلي فين هو فاش كنت نموت فين هو راجلي 5 شهور وزياده فين هو هذا راجلي لاول مره في التاريخ غادي نتجرأ ونتناقش معاه. امل اذا بغيتي تطلقي خرجي عطيني اتساع. ياك بابا هذه هي اخر هضرتك. اييه وحتى دابا جمعي عليا حوايجك وعطيني اتساع واخا حتى انا ما نتبى ما انا بنتك واذا خرجت مع هذا الباب نساني ويلي حتى انتي تشرفوا بها الناس تكون عندهم شي بنت بحالك. بديت كنجمع حوايجي ماما كتبكي فين غدا بنتي في هذا الوقت ارض الله واسعه امامتي غادي نمشي نطلق راسي هو الاول وفين ما مشيت غادي نعيش. وداك خينا اللي هو راجلي ما بقيت كنتسنى منه والو منين با دار ليا بحال هادشي ما بقيتش كنتسنى مازال شي حد. جمعت قشاوشي وزيت شاكوشي وخارجه حتى كيبان ليا بابا طايح قدامي مغيب ما عاقلش. بديت كنشوف فيه وقلبي قساح من جهته كان كيسحب ليا بلي انه بالعاني دارها باش انه ما نمشيش. عيطت لماما ماما اجي شوفيه قلباتو لقات الكشكوشه كتخرج ليه من فمو. هادشي ديال بصح ما نكذبش عليكم انا ذاك بقى فيا ورغم داكشي اللي دوز عليا ما عندي ما ندير. مشيت عيطت للجارنا وقلت ليها شنو وقع عافاك واخا تعاوني نديو للسبيطار. ديناه دخل في غيبوبه نتاع 7 ديال السوايع لقيناه طلع ليه السكر وما كناش عارفين. رغم هادشي كله ما عرفتش شنو ندير والسبيطار هز يدي المولانا وتندعي انه يسمح ليه. هاد المده كلها كنت مواظبه على القيام يا ربي راه قلت حيلتي وما عارفه شنو ندير يا ربي دبر لي امري. بقيت جالسه في داك السبيطار تنبكي وما عارفه شنو ندير واش نمشي في حالي دابا ولا نتسنى حتى يخرج. اذا مشيت فين غادي نمشي يا ربي اش عرفني فشي طرقان فشي ارقام ديال الطوبيسات ولا فشي احياء. درت يدي على خدي وبقيت تنبكي في داك السبيطار ما عارفاش فين نسد الراس. فاق بابا خرج ما هضرش معايا وما هضرتش معاه كنبقى ليا واحد البصيص من الامل انه يقول لي الله يسامح على كل شيء وما عندك فين تمشي وجلسي. جبناه للدار بقيت تنشوف فيه وكنتسناه ينطق يقول غير شي حاجه والو
هزيت ساكي وشكرتي وخرجت وقلت الله ما نعيش في الزنقة ولا نبقى مع أب ما بحنش فيا. خرجة وتنقول لها مدبر حكيم لها مدبر حكيم، حتى كنقول صافي طريق تسدات عليا. خرج داك الليل وما عارفاش فين نمشي ولا شنو ندير وما عندي حتى درهم ومرفوعة، وكنطلب غير الله ياخذ ليا روحي وما نعيش هاد العذاب. وسبحان الله من حسن حظي كان دايز واحد ولد خالي اللي كان مزوج، كان جاي هو مرتو من عند خالي من عند باه، شافوني وجاو لعندي. مالك؟ كنت كنتسناهم غير يقولوا لي هذيك مالك، جاتني هيستيريا نتاع البكا. شنو واقع راك خلعتينا امل؟ ماماك بيها شي حاجه؟ باباك بيها شي حاجه؟ ياك لاباس. شنو دات امل؟ شنو قالت ليهم؟ واش قبلوها؟ فين ترامات وشنو النهايه ديالها؟ غادي نضرب ليكم موعد غدا ان شاء الله، لانه الحكايه طويله واحد شي شويه، ففضلت انني غادي نقسمها لكم لغدا اللي غادي تكون حلقه ايجابيه او لنهايه اللي هي ايجابيه. كنوعدكم غدا غادي نحط لكم ان شاء الله كيف ما دائما كنوعد وكنوفي، غير فقط نتوما كنوا في الموعد. صراحه النهايه اللي كانت جميله ورائعه وعجبتني، لكن درس جميل من هذه الحكايه. هذه المرحله الاولى اللي سمعتوا بغيتي تقولوا فيها شي كلام ولا بغيتي تقولوا فيها شي رساله للامل، مرحبا رايك في التعليق كتشوفكم. هذه كانت حلقتنا الليله، ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، تناوني غدا في نفس الموعد. دمتم في رعايه الله وحفظه، احبكم كثيرا. سلام سلام.